السلام عليكم. بص بقى، ايديا متلجه وكاني اول مره اقف قدام كاميرا، وده حالي دايما لما بغيب شويه عن الكاميرا وبرجع لها تاني. بقالنا حوالي شهر مش موجودين مع بعض، اخر مره كنا في رمضان، وان شاء الله مكملين يعني ان شاء الله في قناه تن، القناه الراقيه المحترمه اللي بتحترم جمهورها، القناة الصادقة، القناة الشيك، واسمحوا لي أستخدم لفظ شيك لأن هي تتعامل بمنتهى الرقي والشياكة، وبتحاول تثبت أن الإعلام يجب أن يتسم بالرقي والشياكة. شكرا جدا جدا لرئيس القناة الأستاذ المحترم نشأة الديهي، شكرا للأستاذ محمد بسيوني مدير البرامج اللي بتقدموه عظيم وفي هدوء، يعني مفيش صخب في صنع دعاية من لا شيء. قناة أثبتت وجودها جدا جدا، وأنا والبرنامج وكل زمايلي اللي شغالين معايا في البرنامج، البروديوسر الأستاذة رؤيدة، رئيس التحرير الأستاذة شريهان، وكل بناتنا اللي شغالين معانا بيشكروكم جدا لاستقبالنا ولاستضافتنا، ويا رب يا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم وعند حسن ظن المشاهدين، وإن شاء الله نكون على مستوى شياكة ورقي هذه القناة المحترمة. نبتدي بقى. قبل ما ابتدي برضو انا يعني ناسية اشكر جدا الاساتذه المخرجين اللي بيشتغلوا معانا، كل طقم العمل اللي ورا الكاميرات، الاساتذه المصورين الافاضل، الاستاذ مدير الاضاءه، مهندسين الديكور، كل العاملين في القناه الحقيقه استقبال مطمنا جدا جدا، ويعني يا رب ان احنا كمان يعني ما نتعبكوش، ومتشكرين لتعبكم. متشكره قوي قوي لتعبكم. معانا بقى يعني ركزوا معايا، لان الفقره اللي جايه اللي بعد كده ما اخلص الكلمتين اللي عايزه اقولهم مفاجاه، فقره مفاجاه. قبل ما ندخل للفقره عايزه اقول، لما بقعد افكر كده مع نفسي يعني ايه سعاده، يعني اهدافنا ان احنا نكون سعداء، ابسط احلامنا ان انت تبقى عايش سعيد رغم منغصات الحياة أحيانا، رغم صعوبة الحياة أحيانا، لكن أنا محتاج أكون سعيد. إزاي أكون سعيد في حياتي؟ الحياة سعادة بالنسبة لي أساسها العطاء. جرب كده تدي، وتدي من الحاجات اللي أنت نفسك تكون عندك. يعني لو أنت محتاج تكون صحتك طيبة، ادي من صحتك للآخرين. لو انت محتاج ربنا يرزقك الخير، ادي من الخير اللي عندك. الحياة كمان من الحاجات المهمة جدا جدا ان معظمنا عنده مشاكل، ساعات كده بنتوه فنهرب من مشاكلنا دي في اماكن مش المفروض نهرب لها. يعني اللي بيهرب من مشاكله في انه مثلا يفضل فاتح السوشيال ميديا ويقعد يقضي ساعات طويلة عليها، ممكن يكون احيانا بيستفيد واحيانا بيرتكب ذنوب، يتخانق يشتم يعني هكذا يعني، او ممكن مثلا يهرب بانه والعياذ بالله يتصاحب على شله سوء ويهرب لمناطق مش مفروض يهرب لها، او ممكن مثلا يهرب في انه يقعد ينم على حد، او يهرب بانه يقعد مركز في حاجات حد، او يهرب بانه يكتئب ويقعد في البيت. طب ما تيجوا كده نجرب في لحظات شدتنا نهرب لله، نهرب عند ربنا، والاعتصام بالله والتوكل عليه والهروب ليه هو كامل السعادة. ربنا يسعدكم جميعا، واتكلمنا كتير، نبتدي بقى حلقتنا. وقلت لكم الفقرة الجاية عظمة عظمة عظمة، مستنياكم. ليك معزه كده، فاهم؟ معزه في الوجدان،
ليك معزه في المعده. ايوه يا استاذ، ما انا عارفه ان انا على الهوا، بس لازم اشكر صديقي لان الفقره دي بالنسبه لي يعني فقره. عارفين انتوا الاستمتاع اللي في الحياه، يعني مثلا في ناس تستمتع انها تسمع مزيكا، في ناس تستمتع مثلا انها تروح تتفرج على حفله، في ناس تستمتع انها تقعد تقرا كتاب، انا بستمتع ان انا اكل فسيخ، يعني المتعه القصوى. اي حد مضايقني في حياتي عايز يصالحني، مش مثلا لو جوزي مضايقني اهو، جوزي اكيد هو عارف، اللي مثلا يصالح مراته مثلا بحاجه ذهب، يصالحها مثلا بقرشين كده خدي شبرقي نفسك، انا اللي عايز يصالحني يصالحني بحته فسيخ، بس مش اي فسيخ، لا 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 لا، فسيخ عن فسيخ يفرق كتير. الفسيخ ومشتملاته دول حدوته كبيره، يعني مش اي حد. فاحنا جبنا لكم النهارده حد الحقيقه شهرته مش بس شهره محليه اقليميه، هو شهره عالميه، اقسم بالله ما ببالغ. ضيفي اللي معايا النهارده صاحب براند في الفسيخ، براند وصل لخارج حدود القطر المصري. الشهره بتاعته ابتدت منين؟ من الخارج، يعني عاده مثلا ايه؟ حد يفتح محل في الداخل ويبتدي بقى يروح في الخارج يعمل فروع تانية، لا ده هو عمل فروع، مش فرع، فروع في الخارج وبعدين اتحايلنا عليه هنا في مصر. يا عم نبوس ايدك ما تيجي ما تيجي بقى وتخلصنا. فشرفنا ونورنا، ومعايا دلوقتي الاستاذ الجميل الزواقة، يعني اللي هياخد ثواب فينا، الأستاذ محمد النجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النجار للأسماك المملحة. أهلا وسهلا يا فندم، إزيك؟ أنا سعيد جدا جدا إن أنا معاك النهاردة والله بجد، وسعيد جدا إن أنا قاعد قدام السفرة دي، أصل أنا مدمن فسيخ يعني. أنت أنا أمر، بص يا محمد، إحنا مش داخلين على طمع، محمد أنت جاي تدوقنا النهاردة. لكن جاي آكل بصراحة. ما أختك برضه نفس الحكاية. بص احنا ايه، نشوف الفقره دي هنعمل ايه. طبعا عذرا، يعني عذرا لكل المشاهدين من الصوره اللي هم شايفينها، انا عارفه ان انتوا بتتقطعوا، يعني عارفه ان الناس دلوقتي قاعده يعني متقطعه. يا جماعه اقول لكم، بصوا يا جماعه، بصوا المنظر، يعني اسمحوا لي بس. ده طاجن فسيخ، طاجن فسيخ اهو اهو يا استاذ. الله يا استاذ، اهو انا حريفه يا استاذ. ويا ترى لو عملنا، يا لهوي انت يا لهوي يا لهوي يا ناس، شايفين اللون يا جماعه؟ في ناس بتنهار في الكنترول دلوقتي. ده بقى كامل بقى في بصوا كل بقى يا جماعه، ده طاجن فسيخ، انا اظن ان ده مربط فسيخ. يعني هو شامل بقى استاذه نشوى في كل حاجه، في الزيت بتاعه وخضرواته وكل حاجه، وليمونه كل حاجه. ممكن ادوق؟ أنا ممكن أدوق لك أنا عادي. لا لا أنا اللي هدوق يا أستاذ، يا ما دقت عندكم في المحلات. طب بس كده الناس هتقول عليا مفجوعة؟ لا 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 بالعكس. طب سامحوني طبعا، سامحوا أختكم، لأن الله يهني حضرتك يا أستاذ. بصوا يا جماعة أهو، بصوا الحركة دي، بسم الله. طب أنت هتدوق وأنا لأ؟ طيب عشان بس إن ممكن أدوق معاكي طيب؟ لا مش قادره. ايه يا ناس، هي احسن رساله انت قلتها صراحه. شريهام رئيس التحرير بتقول لي اكل ازاي، تقول لي لا بالعيش. ممكن اسلم عليك؟ انا اشكرك تحت امرك، وحياه ربنا اشكرك واحييك. وانا على فكره يعني الرساله انت قدمتها احسن من ده كله، ان الواحد يصلح زوجته بفسيخ او النبي، ورساله زوجتي برضه عشان برضه يعني زوجتك طبعا، انت زوجتك غرقانه بفسيخ ليل ونهار، يا بختها بنحقد عليها. انا ممكن ادوق برضه كده. اتفضل دوق، انت حاجه جايه على طبعا، اتفضل عشان بس يعني سمي وكل. استاذ محمد انا مدمن فسيخ بالمعلقه. ما هو اختك كلتها بالمعلقه اهو، يعني انا مدمن معلقه بصراحه. طب بقول لك ايه، ما تحكي لنا كده بدايتك كانت ازاي؟ طب ادوق الاول بعدين احكي. اتفضل يا سيدي، بس احنا عشان نعرف نحكي بس. طب بسم الله. يلا طبعا دي فقره عظيمه، يا ريت تتكرر كتير، انا عايزاك تيجي عندنا كتير لو سمحت. ايه رايك؟ ايه رايك في شغلك؟ كده بعرف اتكلم بقى. اتكلم يا حبيبي اتفضل. طبعا بدانا في الامارات. بدات في الامارات؟ اه. ايه اللي وداك الامارات؟ كنت رايح تشتغل؟ اه كنت رايح اعمل لك بيزنس، وقعدت لك اكتر من 20 سنه تقريبا. وبعدين لقيت في صعوبه ان اي حد مسافر ان ياكل فسيخ. في موجود اوكي هناك، بس موجود في فاكيوم مملح وحادق كده، مش بتاعنا اللي هو بتاع، اقول لك الفاكيوم ده اللي هو بتاع الالات، يعني شغل الي. مش شغل بلدي بتاعنا. فاي حد جايب بقى من مصر يرجع في المطار او ما طبعا يمنعوني يدخل بال فقلت المشروع ده
ضخم جدا جدا في مصر. يا جماعه انا مش لو سمحتوا معلش انا اسفه انا ممكن اشكرك. لا اصل انا مدمنه فسيخ وكيفه فسيخ واعرف ده يا جماعه اقسم بالله. اولا زبده، انا باكل زبده دلع جدا يعني، ده ممكن نتعشى بيه. اه ممكن طبعا. اقول لك انا بعمل ايه ساعات؟ انا ممكن اقوم 2 بالليل اكل فسيخ. اه ما انا ده انا مدمن باكل فسيخ على الليل. اه طبعا. كمل يا اخويا كمل. وبعدين وبعدين بقى قلت طب ليه المشروع الضخم الكبير ده ما يبقاش موجود بره مصر وجوه مصر بصوره الناس كلها تحكي بيه؟ لان انا موجود يا استاذه نشوه في الامارات، في موجود شعوب كتيره وكل بلد ليها ثقافه مختلفه ولها اكله مختلفه من قديم من قديم، فما ينفعش ما فيش بلد بتقبلها. لكن المصريين عارضين المنتج ده بطريقه سيئه شويه. تمام. طب ليه كل المنتجات اللي هي احنا مش بنقبلها موجوده في الامارات مثلا؟ لا احنا اصل مصر احنا مشهورين لما بنعمل اكله اولا الفسيخ ده من ايام الفراعنه طبعا، فاحنا ورثينها ابا عن جد. فمحدش هيضاهينا. ويمكن شريهان بتسالني سؤال اللي هي رئيس التحرير، طبعا انت عارف حاجه بتزن في ودني وعايزه تلهيني عشان اسيب الفسيخ. فهي بتقول لك ايه الفرق بين الفسيخ البلدي بتاعنا الحلو ده اللي جميل والمستورد او اللي مش مصري؟ يعني هو اولا مفيش فسيخ الا مصري، الفسيخ كله مصري. مصر فقط الوحيده اللي بتعمل فسيخ. طب انا عايزه لو سمحت معلش الكاميرا ارجوكم تجيب المنظر ده، منظر وقع من كتر الليونه. معلش هجيب تاني، هجيبه يعني. بص اللون، ارجوك ركزوا في اللون الساده المشاهدين. يا لهوي يا لهوي، شايفين اللون الموف الروز ده؟ شايفين ده؟ انت كده والله انت كده بتعذبين. اذا انت قاعد بتاكل ومتعذب. فما فيش فرق اصلا، ما فيش اصلا فسيخ الا مصري، لكن الفرق في الصناعه نفسها تمام، والفرق في التقديم وكل حاجه بتاعته. فانا لما مثلا اصدره بره مصر مثلا في فاكيوم بيكون بنشفه. بنرجع بالكلام ده، خلينا في المهم. انت عامل العظمه دي انت ابا عن جد ولا انت لوحدك؟ لا ما هو الموضوع بقى يا استاذه نشوى ان انا فكرت فيه ان لازم اطوره. الموضوع من ايام الفراعنه بطريقه سيئه، مش مشروع ضخم زي ده والناس كلها حابينه، لكن هو مش واخد حقه. فالبدايه كلها ان لازم يكون ده لازم ياخد حقه. اه طبعا مزارع سمكيه. الفسيخ النجار ده ياخد حقه ويتسقف له. اسمح لي اسقف لك. ربنا يخليك. يلا سقف يا محمد. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. طبعا انا قلت ايه المشكله في المنتج في المشروع الضخم ده ان انا ممكن اقدمه بصوره في الامارات او بره مصر ينجح، وايه الصوره اللي ممكن اقدمه داخل مصر غير من شكل المنظومه دي كلها. قلت ليه المطاعم اللي موجوده اصلا مش موجوده، مش مكيفه بشكل كويس، ليه مفتوحه وبالشكل السيء ده، وليه موجود براميل في قلب المحلات، ليه ما يكونش مثلا ثلاجات وحاجات كلها موجوده بشكل صحي بشكل كويس؟ بس محمد عشان برضو اخواتنا ما يزعلوش، لا في ناس كويسين ومحترمين وبيعملوا حاجات نظيفه جدا. هو لكن هنتكلم على العام، طعم النجار ده ما هو طعمه هو اللي جاي زين بقى. احنا قلنا طبعا نغير شكل المطعم، نخليه مطاعم على فخمه. انا مش عارف اتكلم منك. استنى اصلا ده حاجه جديده. سردين ده سردين. اه سردين ده زبده. طب عايزني اسيبك تتكلم؟ طب انا اتكلم. يا لهوي انا بعد حالا ان شاء الله ناكل باذن الله مع بعض ان شاء الله. ايه ده يا جماعه؟ لا السردين. انت شفت بقى سلطه الرنجه دي؟ سلطه الرنجه دي؟ شفت دوت سلطه الرنجه دي؟ اهو الطعم يا جماعه، سيبكم الشكل يا جماعه. يا لهوي كمل يا عم. كل الاكل عادي. فهنا غير المنظومه بقى يا استاذه نشوه، نخلي المطاعم شكلها مكيف ونظيفه وحلوه، ونخلي الموظف اللي بيبيع يكون يونيفورم وشكله كويس ولابس غطاء والكمامه، ويكون جوانتي. يعني مثلا انا ببيع فسيخ بجوانتي، منتج ثاني اعلى جوانتي مش بايدي. في ناس بتخلي بصباعها وبايديها، لا في حبينا ان احنا نخلي بالات وحاجات نظيفه وكويسه. فالبدايه كلها الطعم ده بقى ازاي بقى يبقى كويس؟ يجي من اول السمكه وهي في الميه. السمكه اللي هو في الميه، لو الميه ما فيهاش صرف وري كويس ياثر على لحمه الفسيخ. الاكل بتاع السمكه ياثر على لحمه الفسيخ. طريقه التصنيع نفسه والمصنع وشكل المصنع يعني عايز يكون صحي. يعني عايز تقول يا محمد ان انت بتروح تختار كمان. احنا عندنا مزارعنا. ايه؟ عندنا مزارعنا. والله العظيم. اه والله. عندنا مزارع النجار موجوده. عشان كده. اه وعندنا مصانعنا طبعا، مزارع للمصانع، وعندنا طبعا فيديو موجود لو ممكن يعرضوه. هيعرضوه. هتعرضوا حاجه يا اولاد؟ ان احنا الفيديو ده من اول سمكه وهي صغيره خالص من المزرعه لحد ما بتوصل بالعربيات كويسه. انا مش عارفه شريهان هتعرضه ولا لا، هي حره
المهم احنا بناكل. طب انت عايز فالمنتج كامل عشان يطلع صح لازم يبدا من الميه للاكل للتصنيع لمكان التصنيع يعني مكان التصنيع نفسه. يا استاذه نشوى في طرق بدائيه الناس لسه شغاله بيها. البراميل نفسه لحد الان كل الفاسلين عارف انتوا بتعملوه في في براميل خشب؟ لا ايه دي اكبر حاجه غلط. احنا بنعمل في براميل بلاستيك يا راجل. تابع سمت الغذاء الدولية مادة احنا اختارهم هم جايبها لنا ان ما تفاعلش مع ملح ولا مع مية. البرميل الخشب بيمتص البكتيريا ويمتص الميكروبات ما بتغسلش. يعني البرميل الخشب ما بتغسلش كويس. معنا هو الفيديو. لا هو شايفها دي مزارعكم. دي مزارعنا. دي مزرعة بدأ جايب الفيديو من أول السمكة صور خالص ولحد ما بتكبر لحد ما بتنعلف. استنى في طاجن هناك أنا لمحاه مش قادر أحدده. ده بطارخ رنجة سلطة رنجة. سلطة رنجة؟ طب وأنتوا كمان بتعملوا رنجة؟ طبعا كل حاجة والله العظيم. والله كل حاجة. طب نبص بصة كده. سلطة رنجة دي بقى كاملة بقى تلاقيها بطماطم بقى والفلفل وحاجة ودلع قوي قوي قوي. يا لهوي. فعلا يا لهوي فعلا. يا لهوي فعلا. يا لهوي فعلا. وحياة ربنا ما ببالغ يا جماعة. وعندنا ملوحة. استناني بس اقف هنا. احنا هنعدي دي بسهولة كده؟ لا طبعا. اقسم بالله العلي العظيم احلى من المستوردة اللي هي بارقام رخمة. لا دي رنجة هولندا مش عارفة اللي فيها اصلا. دقيقة بس ايه يا شري؟ هتطلع تقرير ايه بس؟ كلمني عن جمال الرنجة يا عم. الرنجة دي رنجة هولندي احنا مش عارفة اللي فيها. طبعا. طب المستوردة اهي. اي ما هي اصلا ما فيش سمكه رنج اصلا اسمها دي سمك اسمه سمك هارنج مش موجود في مصر اصلا يا حبيبي. انت بتجيب السمك استيراد استيراد وانت اللي بتعمله رنج. طبعا بس احلى سمكه تطلع تطلع تصنيع اللي هي سمكه انا عايزه مره تعزمني عندكم على المصنع وتقفل المصنع عليا وتنسوني جوه. مالك والله سيبوني في المصنع. هو المصنع كله قدامك على فكره. المصنع قدام. طيب انت عايز بقى تقرير. انت هتوريني ايه تاني؟ دي الملوحه بقى يا ابني وريني الملوحه. الملوحه دي بقى يعني لا عشقها بس هي حادقه شويه بس لا عشقها. دي ملوحه. طب هدوق وبعدين نطلع. هدوق يا شاري الاول من فضلك. بس هي حادقه شويه. هي دي بس احنا عاملينها بطحينه وطعمها حلو. احبسني مع احبسني مع حبتيها؟ يا لهوي يا لهوي ناسها صراحه الملوحه. اطلعوا زي ما تطلعوا بقى. اطلعوا بقى. اطلعوا. هنطلع ايه؟ احنا خلصنا؟ احنا خلصنا الفقره؟ ما ينفعش. لا استنى احنا لسه هناكل. احنا لسه. لا انا فاكره لسه هنطلع تقرير ونرجع. استنى. ايوه عايز عرض. عايز عرض للناس بسرعه. خصم كبير. انت امر بيه 5% لمده قد ايه؟ لمده 3 ايام. طيب ماشي. وعشان خاطرك انت 10%. بتهزر. كل فران 10%. 10% في كل فراكم؟ في الاربع دول. طب فراكم فين؟ احنا حطينا الارقام. الاربع دول طبعا عندنا 40 مطعم في الامارات والكويت وعمان ومسقط. طب استنى 3 ايام لحد يوم الاثنين مثلا. لا يوم الخميس الجمعه. يبقى كده مش ده النهارده. النهارده الجمعه. الجمعه الجايه. انا ليك خلاص. يبقى يوم الجمعه الجايه 12 بالليل العرض يخلص 10%. للاسف انا مضطره اطلع تقرير مش عارفه ليه. الفقرات الحلوه بيخلصوها بسرعه. ام الخلول بقى. ام الخلول. طب انا التقرير هقوله وانا بعمل ام الخلول. اتفضل هنا ام الخلول وده. طب اوعدني تيجي تاني. لا مش هينفع. اوعدني. استغفر الله العظيم. هنفتح تاني التقرير. تغطية لمؤتمر خبراء التعليم بحضور شركة رينيسانس العالمية. شهدت مصر خلال الأسبوع الماضي مؤتمر لخبراء التعليم للتحدث عن مستقبل التعليم في العالم بعد تطور أساليب وأدوات الذكاء الاصطناعي. وكان من أبرز الحضور شركة رينيسانس الأمريكية والخبيرة في مجال تكنولوجيا التعليم والتقييمات والأكاديمية الأمريكية اللي بتمثل كبرى الاختبارات الدولية بالشرق الأوسط، بالإضافة لحضور عدد كبير جدا من السفراء مثل سفير فنلندا وسفير أستراليا وسفير ماليزيا وكثير من قيادات التعليم في مصر والعديد من الشخصيات العامة. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. ستار اسيسمنت هو سوليوشن كامل للليترسي بيساعد الطالب وبيساعد المدرس ان هم يعملوا سوليوشن كامل للمدرسه في الليترسي والنيومرسي. فبنقول ستار اسيسمنت المدرس نفسه عايز ايه
عايز يبقى يعرف ديتيرمين الليفل بتاع الستودنتس في الليترسي. فهو في خلال 15 او 20 دقيقه الامتحان بيخلص وبداتا كل الداتا ريال داتا بتتقدم في الريبورتس للتيتشر علشان يعرف كل السكيلز اللي الطالب محتاجها خلال السنه الدراسيه. ومن هذا المنطلق بيقدر يعمل بلان على السنة الدراسية كلها. Here at Metropolitan School, what we've done has been very unique. We start our very, very, very young ages with our EC program, providing a very robust curriculum. One of our highlights this year was building a studio where students and teachers interact with each other. We call it Goodnight Met. And that is where students have an opportunity to connect with their teachers during the night, and really teachers really reading bedtime stories to our students. So they have that opportunity. We also have a very robust phonics program down to KG1 that typically isn't started at that young age. And then it leads into what we're doing at the elementary level with our students. Reading is mandatory and it's not assigned here as homework, more so it just has become part of our daily routines. It's a mandatory 30 minutes every day, but it's also something that we do on a daily basis with our learning stations. For example, in our morning meetings for our students, 15 minutes is always dedicated while they're having breakfast. We're encouraging our students to be able to read, whether it's on their iPad, on a device, or actually a book. So we always start our mornings out with our students having the opportunity to be able to read. We've also hosted several sessions this year with our parents in terms of them and coaching them on how to coach their kids as they're going back with homework or they have a reading passage, but helping our parents navigate some of those questions and what they can ask their students as they're turning in that homework, making sure that our students are comprehending. احنا بنمثل عدد كبير جدا من الامتحانات الدوليه وخاصه الامتحانات الخاصه بالمدارس الامريكيه، واحنا بنقوم بحلقه وصل ما بين الامتحانات الدوليه زي امتحانات ستارز 360 وغيرها من الامتحانات بالمدارس الكبيره اللي موجوده في مصر زي مدارس متروبوليتان، وبننسق ازاي الولاد في المدارس تقدر تستفيد من التقييمات دي وازاي المدرسين تقدر تستخدم التقييمات دي لتطوير اداء الطلبه في المدارس وتطوير العمليه التعليميه، لان التقييمات دي بتساعد المدارس بشكل كبير انها تحسن اداء الطلبه وكمان تخليهم بيحبوا بيئه التعلم. أظن بعد الفقرة اللي فاتت المفروض أشتح هنا أنام لي شوية، يعني أقيل شوية، لكن الحياة حلوة والستات المصريات حلوات ودايماً عايزين يبقوا حلوات، والفقرة دي بقى لكل ست أو كل بنت والله العظيم ولكل راجل كمان، لأن الحقيقة فكرة التجميل ما بقتش تخص الست بس أو البنوتة الصغيرة بس، لأ في شباب وفي رجالة حقيقي يهمه ان يبقى شكله لطيف وملامح السن مش باينه عليه. وانا عارفه ان في يعني في عيادات التجميل رجاله كتير جدا بيروحوا وما بقتش المساله عيب، بقى حقه هو كمان انه يبص في المرايه ينبسط بشكله. معانا بقى حاجه كده استاذه في المنطقه العظيمه بتاعه التجميل دي، واستاذه الحقيقه انا عرفت استاذيتها من خلال كلام صحباتي، فقلت لهم لا احنا هنسيبها كده نتصل بيها وتشرفنا، والحقيقه ما اعترضتش او ما اتحججتش او ما قالتش لا اصلي مش فاضيه، لا يعني قلت لها بصي بنات البلد محتاجين لك يعني، فيعني وافقت على طول، وانا بشكرها جدا جدا عشان عارفه قد ايه هي مشغوله وقد ايه عندها شغل في عياداتها، فيعني مشرفاني ومنوراني دكتوره ميرنا جرجس اخصائي الجلدية والتجميل والليزر. يا دكتور أهلا بيكي. أهلا بيكي، أنا اللي بشكرك على الاستضافة وبشكرك على البرنامج واسم البرنامج، وبشكرك كمان لأنك من القليلين اللي محافظة على الصدق والتلقائية. احنا بنستنى أي حاجة أنت بتعمليها علشان بتكون صادقة. حبيبتي والله، وأنا أنا ما بعرفش أكذب يعني والحقيقة النتائج بتاعت شغلك
اللي شفتها على ناس يعني مش عايز اقول زمايلي مش هقول اسامي يعني عشان ما بس ناس اعرفهم جدا اتخضيت وقلت لا ما انا اشمعنى انتوا لازم لازم انا كمان السن فعلا اوكي ملامح السن اختفت بشكل مش ما فيش تغيير ملامح اوكي في البشره فيها عارفه بشره البيبيهات اللي بتلمع كده وهم زي حالاتي يعني يعني بشرتها اتبهدلت مكياج وسن وكل حاجه أوكي. لكن لما ابقى حد مثلا زي حالاتي كده في الخمسينات واشوفها فلاقيها بكتير اربعينات وتقول لي اصل انا بس لا انت بس ايه تعاليلي مين اللي عمل في كده سر. فتقول لي سر فيطلع اسمك مع اكتر من زميله فانا بشكرك لانك بتساعدينا نفسيا كمان نكون كويسين ونكون مظبوطين واي ست زي ما قلت محتاجه يعني محتاجه تحس ان هي حلوه وان السن يتاخر شويه لان في سن بيبقى مجبرين سننا كبير وملامحنا بتتغير وتجاعيدنا بتزيد قوي قوي فلا انا حقي ان انا ابقى كويسه مظبوط اللي مستغربه له اللي هسالك فيه بقى اوكي ليه بقى في بنات صغيرين ابتدت يبقى في تجاعيد في وشهم ماشي هو سؤال جميل لانه لو عرفنا ايه الحاجات اللي بتعمل الايجنج بروسيس بدري ممكن نقدر نقاومها اخطر عدو للجلد وانا دايما بقول ان الجلد عضو احنا بننساه يعني هو عضو احنا بندرسه في الكليه بسبع سنين برضو وبعدها بنتخصص فيه في 200 سنه تاني لانه عضو مهم زي وزي باقي الاعضاء بتاعه الجسم ويمكن ربنا من رحمته بينا بيظهر بعض العلامات اللي بتقول لنا على ايه اخبار جسمنا جوه عامل ايه فتعرضنا للشمس لفترات طويله بشكل مستمر من غير واقي شمس ده احد اسباب التجاعيد او الايجنج بشكل مباشر تمام. ليه لانه الشمس بتحتوي على UVA و UVB UVA دي هي المسببه الايجنج فعلا ده نوع من الاشعاع اللي بيسبب فعلا التجاعيد علشان كده دايما لو يعني قلت لكل الناس في العياده لو احنا هننسى الاكل والشرب ما ننساش الصن سكرين الصن سكرين هو اكتر حاجه هتعمل لنا وقايه من التجاعيد دي عندنا دلوقتي في الماركت انواع كتيره قوي من الصن سكرين ينفع نستخدمها رجاله وستات لانها بيحصل لها ابزوربشن بسرعه جدا مش بتسيب لنا طبقه على الوش تبقى دهنيه كده احس ان انا ملزقه او احس ان انا بلمع قوي لا خالص في مثلا من براند الوجين صن سكرين بيحمينا من نوعين الاشعاع اللي انا قلت عليهم وكمان في ووتر ريزيستنت يعني لو نزلت بيه الميه وطلعت هيفضل موجود بنكرره كل ساعتين يعني نزلت البول او نزلت البحر هو موجود الافكت بتاعه لسه موجود تمام وفي نفس الوقت هو مش هيبقى عامل المشكله بتاعه البشره الدهنيه اللي معظمنا في مصر بنعاني منها او مش هيبقى عامل الطبقه اللي الرجاله برده بيبقوا مش حابينها الجلو واحنا داخلين على المصايف طبعا والحقيقه يعني الشمس ما ينفعش تقولي لي ما تقعديش في الشمس لا انا رايحه استمتع بشمس فزي ما حضرتك قلتي لي لازم استخدم واقي الشمس تمام طيب هل انا اجي لحضرتك تشرحي لي حسب نوع بشرتي ايه الواقي اللي يناسبني ولا في انواع واقي شمس زي ما حضرتك قلتي دي مش محتاجه ان انا اللي انا قلته ده مناسب لكل انواع البشره في منه سبراي ده مناسب لكل انواع البشره سبراي كمان سبراي يعني هو والله. مش طلصيف. بيسيب اي لون ولا اي حاجه وفي نفس الوقت هو مناسب ايفن للاويلي او اللي هم عندهم حبوب بس كده طيب في كل يوم بتظهر حاجه جديده تمام. يعني والحقيقه من كتر اساميهم وكتر حاجاتهم واحنا يعني احنا يعني مش بنعرف نختار ازاي او ايه الفرق بين ده وده او انا طب بصي بما اني ممثله فانا همثل ان انا جايه عند حضرتك اوكي وهغير سني ميس. يعني مثلا هبتدي كاني انا عندي 30 سنه تمام واتجوزت وخلفت شويه فالانجاب برضو خد مني فعايزه ابقى حلوه بتعملي لي ايه تمام اول ما ابدا اشوف الدايناميك اكسبريشنز بيظهر فيها رينكلز او تجاعيد او خطوط او علامات في بشرتي لازم اروح لدكتور جلديه ايوه واول ما اروح لدكتور الجلديه لازم اطلب منه بوتوكس وبعدين هو هيمشيني على سكين كير روتين وهيمشيني على خطوات معينه بتعمل حاجه اسمها ريجوفونيشن تجديد في خلايا البشره وبالتالي بتعمل لنا تهيئه ان بشرتنا تاني تتجدد تمام الخطوات دي كتيره قوي هقول لك على الخطوات اللي عندنا في العياده ممكن نعمل جلسه هايفو كل 3 شهور او 6 شهور بس تمام
وممكن نعمل جلسة فراكشنال ليزر خصوصا في فصل الشتاء او لو احنا مش نازلين من البيت وقت اسبوع 10 ايام ده بيساعد في ان احنا يحصل ريسيرفسنج للجلد اعادة عارفة لما بيبقى فيه عندنا ندبات وبقع والجلد فيه مطبات كده، تيجي تقول لي حاسه انه في جلد متهدل شويه او اثار الحبوب بدات تبقى بارزه اكتر، الفراكشنال ليزر هيعالج لنا الموضوع ده خالص، وده متوفر عندنا في العياده. ده اللي هو بيخليني يعني الزميله اللي خلتني اكلم حضرتك دي بالذات، لان كان دي بالنسبه لي مفاجاه. انا حسيت بشرتها، عارفه الاطفال اللي سنه وسنتين البشره مشدوده وناعمه وبتلمع. تمام. وهي ما كانتش كده الحقيقه، حتى انا ما قلت لها انت حاطه ايه؟ قالت لي اقسم بالله انا غاسله وشي وجايه. يا بنتي كده غاسله؟ قالت لي، قلت لها مفيش مكياج مفيش، لا في حاجه صحه باينه وفي توريد كده، في تحسي انها برده بشرتها روز كده. بس اللي وصلها لكده هو الاستمراريه. علشان بس انا هبقى صادقه جدا معاكي. ايوه. البنت بتدخل عايزه تخرج نانسي عجرم. أيوة. يعني تدخل من هنا واحده وتخرج ناشي ومصطفى من الناحيه الثانيه. إيه؟ انا عايزه ابقى نانسي عجرم. فلا، هو دي ستبس بنمشي عليها، زي ما قلت لك في حاجات بنعملها في البيت بسكين كير روتين، في خطوات في العياده بتزورينا فيها في مرات معينه زي جلسات الهايفو او الفراكشنال ليزر، الاثنين موجودين. طب ارقام العياده برده قدامنا عشان البنات او السيدات او حتى الرجال أصدقائنا اللي عايزين يروحوا لدكتور، الأرقام قدامنا نصورها بالموبايل. تمام. أنا في حاجة برضو يعني بدل ما أقعد أقول لك، أنا افرضي أنا عندي 30 سنة، أوكي، في معانا حالات صور ليهم بالظبط، أنا حابة إن الناس تشوفها. تمام. الحقيقة عشان تنبسط وممكن نتناقش فيهم. تمام. ممكن نشوفها على أيوه. ده بوتوكس بنعالج بيه الجامي سمايل أو الابتسامة اللثوية، أو اللي أنا لما بضحك بيظهر جزء من الابتسامة بتاعي فيه اللثة. أيوه. فده بيضايق بنات كتيرة قوي، بيبقى عارفة ظاهر إنه الابتسامة بتاعتهم مساحه اللثه باينه كتير، فبيبقى شكلها الحقيقه مقزز. نقطتين بوتوكس بس هيريح العضله والموضوع ده هيتحل. انت عارفه ان انا عندي الكلام ده، عندي المشكله دي. أوكي. ان انا لما بضحك في جزء من اللثه بيبان. انا مش عايزه الجزء ده، يعني ده مش محتاج عمليه. نقطتين بوتوكس. بتكلمي بجد؟ نقطه هنا ونقطه هنا، نقطتين، 5 ايام والريزلت هتبان، وهتدوم معانا اكتر من 6 شهور ان شاء الله. ده تحفه ومفيش الم يعني ده بصي البوتوكس ماجيك. هو ده فعلا السحر، احنا كلنا محتاجين بوتوكس بدايه. انا محتاجه برضو شويه سحر كده. محتاجين شويه سحر. طيب دي الاولى، في معانا صور ثانيه. ايه الجمال ده؟ ده الليب فيلرز. الليب فيلرز مش بس انت عارفه ان كان يعني صغرت سنا. الليب فيلرز من الحاجات اللي بتدي ماجنيفاينج للوش كله. طبعا. يعني بتحلي الوش كله فعلا. بس هقول لك حاجه على فكره، ده نص ملي بس يا شيخه. ما هو كنت لسه هقول لك دلوقتي، الميزه هنا اولا التشققات اللي في الشفه راحت خالص، ما فيش فوق، يعني تحسي انها بقت مفروده كده. انا فاكره البنوته دي كويس لانها جت قالت لي انا معايا 8 سرنجه واحده وعايزه اعالج الهالات السوداء وعايزه اعالج شفايفي. فكان تحدي ان احنا نعمل بسرنجه واحده الاثنين. يعني دي نص سرنجه؟ دي نص سرنجه. عملت النتيجه الحلوه دي؟ عملت النتيجه الحلوه دي لانه التكنيك بتاع الحقن بيساعدني شويه في ان انا طب انا ممكن استخدم كميه فيلرز قليله. تسمحي لي اشكرك في حاجه؟ مرات ليا برضو اصدقاء الحقيقه عملوا الفيلر بتاع الشفايف وابتدى يبقى اليمين شكل والشمال شكل. فاهماني ازاي؟ يعني الشفه انت عامله سيمتريه بالظبط، والمساله مظبوطه تماما، يعني ما اقدرش اطلع عيب. يعني في يعني مش عايز اقول اسامي، بس هم الحقيقه زميلات ومشهورات والناس شافتهم الشفه بتبوظ وما بيعرفوش يرجعوا تاني وبتترفع من ناحيه وناحيه. لا هقول لك ليه بقى، لانه في كل مكان في البشره ليه نوع فيلر معين بنستخدمه فيه. فلو انا استخدمت، لو انا استرخصت مثلا ورحت لمش عياده وحقنت نوع من انواع الفيلرز اللي بيحقنوه في البادي اصلا في شفايفي، بيحصل حاجه اسمها هروب للفيلر من مكان المنى حقنته لمكان تاني. طب استني قبل ما اتكلم عن هروب الفيلر، بس ده الاي جروف ده لو تلاحظي ان الصوره من اللي من فوق اسود في شادو ناتج عن انه في تجويف في العين. ما انا بقول لك لسه تحت العين عميق داخل لجوه بالظبط، واسود تحت المساله. اولا بصي بقى، اولا تحت السواد راح واتملى نسبيا الفراغ، لكن مش بشكل برضو اوفر لانه ده نص ملي برضو، نص ملي في كل عين، يعني سرنجه واحده حلينا بيها مشكله الهالات السوداء. خلي بالك بنات كتيره قوي بتيجي تقول انا عايزه احل الهالات السوداء وهي متخيله ان الفيلر ملوش علاقه. لا ليه علاقه.
بصي عارفة بتوع الفنون الجميلة هيفهموني أكتر. الظل والنور، المنطقة اللي فيها تجويف العميقة بتبقى فيها ظل شادو وفيها لون أسود، بتتحل بالأول إن احنا نعملها فيلينج بالفيلرز، وبعد كده ممكن نحتاج جلسة ميزوثيرابي ونحتاج روتين نمشي عليه في البيت زي الألوجين آي كونتور، زي كريمات كتيرة قوي موجودة في الماركت بتساعدنا إن المنطقة يحصل فيها هايدريشن. فلما تبقى مترطبة كويس الرينكلز اللي فيها تقل، واللي احنا عملناه ده نحافظ عليه. تمام جدا. طب دي ايه بقى؟ دي جامي سمايل برضو. وخلي بالك دي نقطتين بوتوكس برضو، بس انا بعشق حالات الجامي سمايل عموما، علشان بيبقى في بنات كتيرة قوي ثقتها في نفسها مهزوزة قوي من طريقة انها تضحك، وانا عايزة الناس تضحك. يا حبيبتي ربنا يديكي كل الخير، لانك بتعملي ثواب انك بتخلي البنوتة يبقى عندها ثقة في نفسها. عايزة اقولك حاجة كمان شاورتي عليها، دكتور قالت ما تروحوش لأي أماكن بتدعي إنها أماكن للتجميل، لازم يبقى حد متخصص يا جماعة، لأن ده الوش مفهوش لعب، في ناس وشها بيبوظ. فدكتور دكتورة طبيبة ده تخصصها الأمراض الجلدية، يعني درست في كلية الطب سنين كتير قوي عشان تعمل ده، مش أي حد في أي مكان للتجميل بيكون طبيب. أنا آسفة أنا يعني حبيت أوضح ده، بس ده مهم جدا. طيب عايزين نتكلم بقى في مشكله تانية بقى مرعبه بقى، تساقط الشعر. اوكي بعد عنك، يعني بنصحى نلاقي شعرنا على المخده. اوكي بصي في اسباب كتيره لتساقط الشعر، مش هشرح للناس بشكل علمي، لكن هنقول بشكل مبسط انه في اسباب وراثيه وفي اسباب تانية بيكون ليها علاقه بشويه امراض، زي مثلا في امراض للغده الدرقيه بيكون ليها علاقه بتساقط الشعر. علشان كده ما ينفعش اعالج تساقط الشعر من التيك توك مثلا. يعني ما ينفعش واحده صاحبتي استخدمت منتج معين، برودكت معين، فاستخدمه واتوقع ان انا كده اتعالجت، لا، لانه مرض. انا مش عايزه اقول لك كميه البنات اللي اكتشفت ان عندهم مشكله في الغده الدرقيه من تساقط الشعر، يعني هي ما راحتش لدكتور غدد في الاول ولا نعرف، هي يعني جات لي الاول. انا واحده من الناس، يعني شعري بيقع فعندي مشكلة أكيد في فروة الراس، أو عندي مشكلة في جلدة راسي، أو في مشكلة شعري، فلازم أروح لدكتور أمراض جلدية. تمام. فإن حضرتك إحنا بنطلب شوية تحاليل بنكتشف منها، وفي نفس الوقت عندنا دلوقتي إكويبمنت كتيرة بنستخدمها في العيادة زي الديرموسكوب أو الترايكوسكوب اللي بنفحص بيه الفروة ونشوف لو في مرض في الفروة نفسها. يعني كان في بنوته برضو بتتعالج بمليون جلسه بلازما، وعشان كده الناس بتقول الجلسات مش بتجيب نتيجه لانهم مش بيمشوا الخطوات صح. لا، ولان هي مرض تاني خالص ملوش علاقه، هي صدفيه. يا نهار، صدفيه في الفروه. فلا، اول ما خدنا العلاج كل حاجه بدات تتحسن، زي ما بقول لك كده امراض الغده اول ما بتتعالج كل حاجه تانية بتتحسن. في بعض الادويه اللي بناخدها بتؤدي لتساقط الشعر، يعني عيانين الامراض المناعيه او الروماتولوجي بياخدوا ادويه معينه بتؤدي لتساقط الشعر. علشان كده لما بنتشخص روماتويد يفضل برضو نتابع مع دكتور جلديه. تمام. في حاجات بقى نعملها، اول حاجه ان احنا نزور الدكتور، هيطلب مننا تحاليل ده نعملها. ده مهم قوي. يعني شيري دلوقتي بتقولي طب الادويه دي ايه؟ ما هو يا شيري انت مش متابعه الكلام اللي الدكتور بتقوله. الدكتور بتقول ان مش اي دواء ينفع لاي حد. بالزبط. يعني دكتور لسه قايله الكلام ده، ان لازم اروح للدكتور لان الدكتور هتطلب مني تحاليل قد تكون الدواء اللي صاحبتي قالت لي عليه مش ملوش علاقه. هيبقى هقول لك على حاجات برضو عشان الناس في الاخر بتحب ان انا اقول لهم اعملوا كذا. هقول لك على حاجات. تاني حاجه، يعني بعد ما هعمل التحاليل واحنا نبص عليكي ونقول التشخيص ايه، همشي على روتين في البيت. تمام. أوكي؟ تمام. من ضمن الروتينز دي في ماده اسمها امنكسيل، موجودة في الفايلز بتاعة الألوجين هير جروس أمبولز، نستخدمها يوم بعد يوم. تمام. أثبتوا أنه الشعر بيطول أكتر 40%. تمام. وبتزود السيركيوليشن، البلاد سيركيوليشن، التغذية الدموية اللي في الفروة، فبالتالي بيقل التساقط وبيظهر يعني بصيلات شعر جديدة. تمام. بيظهر، بس خلي بالك السايكل بتاعتنا قد إيه. الألوجين موجود معنا، هو مش موجود هنا بس موجود هنا هو. تمام. خلي بالك بقى السايكل بتاعه الشهر قد ايه؟ من 6 شهور لسنه، فالنتيجه هتظهر بعد الشهر الخامس. هتظهر، بس انا دايما في العياده بقول للناس اي علاج هنمشي عليه مع بعض او جلسات هنستمر عليها 6 شهور. يعني نصبر بقى. نصبر. بتقولي ايه يا شيري؟ ده اللوجو بتاع عيادات روح اللي هو الدكتور هتكون موجوده فيه، وارقام تليفوناتنا برضو تاني بقول اهي موجوده. ودكتور عايز اجي روح بقى، عايز تنورينا.
تنورينا، هستناكي ونطلع مع بعض لايف من العيادة. ده انا اتشرف، ده انا اتشرف واتحلى وكل حاجات يعني اسم الله، عايز ابقى زيك كده. لا انت يا عمر دكتور شرفتيني وانستيني، متشكره جدا لوجودك، متشكره ان من اول ما اتصلنا بيكي انت يعني ما اعتذرتيش وقلتي لا مش فاضيه، فبنات البلد محتاجينك دايما. احنا طول نبقى مع نفسي ومصطفى. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ميرسي ليكي. للاسف الفقره الجميله دي خلصت، استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم. كنت في أول البرنامج بقول لحضراتكم الملاذ هو الله، والهروب إلى الله هو كل الأمل، يعني يا رب نقدر كلنا نهرب لربنا. والفقرة دي أنا مسميها الفقرة الطيبة، فقرة طيبة لأن فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبحس إن إحنا يعني ربنا كده يرزقنا الحسنات والثواب لمجرد حتى ان احنا ننصت لسادتنا وعلمائنا اللي بيشرفونا واللي كده بياخدوا بايدينا عشان يدلونا على طريق الله وطريق طاعة الله وازاي نفر جميعا الى الله. بشرفني في الفقرة دي مولانا فضيلة الشيخ عبد الحميد عمر من جمعية فاعل خير. اهلا وسهلا يا فندم، الله ده شرف لي، شرفتنا شرف والله، شرف لي يا استاذ والله، واحنا بنتشعلق فيكم. الله يخليك يا استاذ، وكده يعني بنتسند عليكم. لا اله الا الله. ويعني بنطلب كده منكم ومن علمكم انكم تبصرونا وتساعدونا ازاي نكون في طاعه الله. الله المستعان. اللهم امين. احنا خارجين من شهر رمضان الحمد لله. صحيح. على قد ما نقدر اجتهدنا، ويا رب يتقبل من الناس كلها صالح الاعمال. صحيح. بس مش هكذب على حضرتك، بعد كده شوية الهمة بتفطر. صحيح. ونبتدي ايه نتشغل تاني ونتلهي تاني في الدنيا وننسى الخير اللي كان ربنا انعم علينا بيه واحنا بنضيعه من ايدينا. بننسى المقصد من هدف الحياة، بننسى هدف الانسان في الحياة. بننسى المقصد من هدف الانسان في الحياة. طب ايه هدف الانسان في الحياة؟ العبادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ولا سيما سيدي رسول الله النبي الهادي البشير الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم. بداية الحمد لله الملك قبل أن يخلق كل ملك، والحمد لله الملك بعد أن يفنى كل ملك، والحمد لله الملك قبل أن يعطي كل ملك، والحمد لله الملك حينما صار كل ملك ملك. الحمد لله. فصار هو سبحانه جل وعلا ملك على كل ملك، والحمد لله الملك حيث لا ملك، والحمد لله الملك حينما ينادي أين الملك. ساعتها يا سيدتي بعيدا عن الخطب وبعيدا عن الشعارات لأني لا أؤمن بها، سنرى كل شيء في الحياة وكل شيء في الدنيا قد هلك، ولا يبقى أبدا إلا من أدار الفلك. بنى في هذه الدنيا قصور، شيد بيوت، فعل ما يشاء وما يريد، فإذا جاء أمر العزيز الحميد ضاع كل هذا هباء، ووقف هو بين يدي الله وحيدا لفصل القضاء. بداية يا سيدتي بعد هذا الكلام الطيب الجميل، بداية أهديك سلاما ولكل العاملين في هذا البرنامج، والذي لا إله غيره لو صعد إلى السماء لصار قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها شمسا وورودا وحريرا، ولو مزج بماء البحر هذا الماء الملح لجعل هذا الماء الملح ماء عذبا فراتا سائغا سلسبيلا. فعلا الإنسان بعد شهر رمضان ابتدأ العزم يقل شوية، وابتدأت الجهود تقل شوية. الله تبارك وتعالى يا سيدتي ما خلق الإنسان في الحياة إلا للعبادة، هذا هو الهدف الأساسي، هذه النتيجة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال علماؤنا إلا ليعرفون. ما معنى يعرفون؟ حتى تعلم علم اليقين أنك في الحياة عبد، فإن كنت عبدا في الحياة كن عبدا لواحد هو الواحد. ونعم بالله. إن كنت عبدا في الحياة كن عبدا لواحد، كن عبدا لمن عبدك. إياك أن تكون عبدا في الحياة لشهواتك، إياك أن تكون عبدا في حياتك لمالك. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول تعس عبد الدينار، الإنسان اللي هو المال مسيطر عليه طيلة حياته. ليس أبدا عيب أن يملك الإنسان المال، ليست هذه قضية، القضية أن يملك المال الإنسان. المال يكون معك ولكن يمنعك من فعل الخير، المال يكون معك حضرتك بتقول شهر رمضان انتهى، مواسم الطاعات بالنسبة لهذه الأمة يا سيدتي لا تنتهي إلى يوم القيامة. يعني خلصنا شهر رمضان خلاص موسم الحج،
موسم الأيام التي جعلها الله تبارك وتعالى زيارة له، زيارة لحج بيته الحرام، نادى على سيدنا إبراهيم: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. وقف سيدنا إبراهيم، أخذ يخاطب ربه، يخاطب الملك: يا رب أنا عبد ضعيف، إلى أين سيصل صوتي؟ أوحى الله إليه أن: يا إبراهيم أنت عليك الأذان وأنا علي البلاغ. صعد سيدنا إبراهيم على أعلى قمة في الجبل امتثالا لأمر ربه، وأخو هذا ينادي وهو لا يرى أحد أمامه، ينادي في الناس وهو لا يرى أحد، ولكنه ينادي امتثالا لأمر ربه وامتثالا لأمر خالقه: أيها الناس، ألا إن ربكم قد بنى بيتا فحجوه. الأيام التي نحن فيها هي أيام طاهرة، أيام زيارة بيت الله الحرام، أيام زيارة لله، زيارة حقيقية لله، أيام فداء حقيقي. الله تبارك وتعالى جعل في مثل هذه الأيام التي نحن فيها الفداء. قال: وفديناه بذبح عظيم. ما معنى وفديناه بذبح عظيم؟ سيدنا إبراهيم في هذا الوقت كان مهموم. معنى هذا الكلام اللي عنده هم وعايز يفدي نفسه، يفدي نفسه بالصدقة الحقيقية. لما تشوف إنسان محتاج، لما تشوف أرملة مسكينة غاب عنها العائل في الحياة وغاب عنها الراعي، أصبحت في الحياة بلا عائل وبلا راعي، أصبحت في الحياة بعد أن كانت هي تعال من زوجها أصبحت هي التي تعول، وبعد هي أن كانت مسؤولة من زوجها أصبح الأولاد مسؤولون منها. فإن قمت برعاية هذه المرأة التي ليس لها عائل في الحياة وليس لها راعي في الحياة إلا الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى سيجمعه. مولانا، من غير أقطع كلام حضرتك، احنا احيانا بنبقى مش عارفين نودي الصدقه فين، لكن جمعيه فاعل خير الحقيقه بما لها يعني، ونشهد لها بانها من الجمعيات المحترمه اللي بتوصل الامانه لمستحقيها. صحيح. وفي ابعد الاماكن. صحيح. وهي كمان مشهره وتحت مظله وزاره التضامن الاجتماعي. صحيح. صحيح. يعني فيها من الثقه الكامله. صحيح. وبتعمل كتير. فحنتكلم تاني عن فكرة الصدقات. صحيح. وفضل الصدقات على الحي والميت. صحيح. بس هستأذنك نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. شوف تقرير. تفضل. البيت الذي نحن فيه هو بيت الله، هو بيت العزيز، العزيز الذي لا يغلب ولا يزل. والله أيها الأحباب، من غير اللائق أن يكون هذا هو حال بيت الله. بيت الله هذا في هذا التجمع الكبير المأهول بالسكان، الناس عملوا اللي يقدروا عليه، عملوا الأعمدة وعملوا السقف، ولكن المسجد يحتاج إلى كل شيء. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل. بقالنا أكثر من سنتين بنيناه بالجهود الذاتية، وهو مازال يعني محتاج تشييد، محتاج شبابيك إنجارة، محتاج أرضية بلاط، محتاج بئر مية. فنأمل من أهل الخير أن يكملوا لنا هذا المسجد، هذا البناء في هذا المكان المأهول بالسكان، أيضا بئر المياه ودورة المياه الكاملة. مكان بلا مياه هو مكان بلا حياة. حضرتك لو عملت بئر للمسجد زي ما شايف حضرتك، التجمع كبير والمسجد كبير، بس المسجد بيصلوا فيه على الحصى، وشفنا مع سيدنا الشيخ والأولاد بيقرأوا القرآن، حاجة تفرح. فإيه رأيك بقى لو فرحتهم وقعدتهم على مكان نظيف فيه سيراميك وفيه سجاد؟ وإيه رأي حضرتك لو غفقت لهم المسجد؟ وإيه رأي حضرتك في الأحسن، وحضرتك في الأحسن والأحسن، إنك أنت توصل لهم بير مية يشرب منه أهل التجمع، يشرب منه الكبير والصغير والأطفال. مسجد الله سبحانه وتعالى، مسجد الله سبحانه وتعالى كده، الناس بتصلي إزاي على الحجارة دي؟ الناس بتصلي إزاي على الحجارة دي؟ لهم الله، لهم الله. هذا المكان مفترض فيه القبلة التي يتجه إليها الإمام، هذا المكان مفترض أن يكون فيه المنبر الذي يرتقيه الإمام ويقول للناس: يا أيها الناس اتقوا الله. هذا المسجد يئنه، هذا المسجد يناديكم. من يرفع يده إلى الله الآن ويقول: أنا من يتكفل بهذا المسجد؟
الرضا الحقيقي من ربنا عليك بسبب الصدقة، بسبب انك انت ما تنساش بيت ربنا. مين اللي هيمدوا ايده في ايد المؤسسة؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل؟ والله مولانا أنا بتكسف من ربنا بالذات لما بيكون في مسجد بينادينا، يعني ده بيت من بيوت الله، صحيح، فكأن الله ينادينا وبيشاور لنا على صحيح. مكان طاعة ما ينفعش نهمله، ما ينفعش. والحقيقة منظر الأطفال وهم عايزين بيحفظوا القرآن الكريم صحيح. منظر يفرح صحيح. لكن أنا منظر المسجد وهو بالوضع ده حاجة تحزن. وأخونا الفاضل قال هم بقالهم سنتين على الوضع ده صحيح. فيعني إزاي سنتين وما حصلش التفات في الناس ويعني أقول إيه همتهم تبقى عالية يا سيدتي. هو هذا هو البلاء الحقيقي. خلق الموت والحياة ليبلوكم، ده ابتلاء. ومن نعمة ربنا علينا إنه عرفنا إنه هو خلقنا وهيبتلينا، ما ابتلأناش دون معرفة، لا ده أنا خلقتك وهبتليك. قال ليبلوكم أيكم ما قال أكثر عملا. بعض الناس يكثر من صلاة الليل وكلها أعمال مشروعة طبعا. وكلها أعمال في قمة الروعة، ولكن العمل الحقيقي قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مين اللي هيكبر خاطر الناس دي؟ إحنا المؤسسة فعل خير في بداية شهر رمضان وضعت على عاتقها 150 بير لأهالينا في مطروح وكلهم للمساجد. شوف بقى لما مسجد تروحي حضرتك زي دي والأماكن هناك أماكن يعني غير الوضع، غير الوضع اللي إحنا عايشين فيه. ما ينفعش نخش عند حد، ما فيش حد بيخش عند حد. الناس اللي بتروح تصلي لما بتلاقيش مية هتعمل إيه؟ المسجد ده زي ما سمعنا ده بيت الكريم. طب تصوري حضرتك لما أنت تعملي بير لبيت الكريم، الناس تتوضى منه، الناس تشرب منه، تجمع بين الحسنين، إنسان يخش ما يعرفكش أبدا يتوضى ويصلي، فأنت نوبك حسنات زي حسنات اللي بيصلي. ويا سلام لو رفع إيده وشرب من شوية ماء ساقعين من هناك، لأن هناك آلاف الأطنان من المياه في الأيام التي نحن فيها بتروح هباء منثورة كأن لم تغنى بالأمس. الناس ما بيستنفعوش من بحاجة، فإحنا بنروح نعمل لهم. أنت لما بتشوف الخير وتعمل الخير ربنا هيعمل لك الخير. عمرك ما تكبر خاطر الناس وربنا مش هيكبر خاطرك أبدا. ولذلك قال علماؤنا إن أردتم الخير في الحياة يا سيدتي عودوا إلى من بيده الخير. مين اللي بيده الخير؟ ربنا. عودوا إلى رب الخير، عودوا إلى إله الخير. إن أردتم صلاح الأولاد لكم، النهاردة إحنا تعبانين، أولادنا تعبانة، حياتنا تعبانة، معنا فلوس بناكل وبنشرب وفي هم عندنا، إحنا مش عارفين الهم اللي عندنا ده نعالجه إزاي، إحنا مش عارفين إيه اللي عندنا. هو الهم لما ما هو جندي من جنود ربنا، ولما نقول هم جندي من جنود ربنا مش معنى كده إن الفقير المهموم، لا ده الإنسان اللي عنده مال كمان مهموم طبعا. أنت ناقصك إيه في الحياة؟ وحتى يا فندم لو مش لتفريج هم أو لصدقة اعتبرها لعلاج مريض مثلا، لكن هي كمان وسيلة من وسائل الشكر. صحيح. يعني أنا أشكر ربنا على نعمة الصحة فأشكره بالفعل. صحيح. فتصدق. صحيح. فأتصدق. صحيح. على النعمة بشكر بالفعل مش بالقول. صحيح. أتصدق أن ربنا يحفظ لي ولادي وجوزي. صحيح. أتصدق أن ربنا يحفظ لي على مالي. صحيح. على عملي. صحيح. على صحتي. فهي الصدقة يا سيدتي بتدفع عن صاحبها 70 نوع من أنواع البلاء. وبترفع عن صاحبها. النبي عليه الصلاة والسلام قال تدفع وترفعه. فعلماءنا اختلفوا هل هي تدفع أفضل ولا ترفع أفضل. قالوا في بداية الأمر الصدقة واقفة زي الجندي على جسم الإنسان وعلى حالة الإنسان، ما تخليش البلاء يجي يمة الإنسان. الصدقة. طيب افرض الصدقة كان فيها نوع من أنواع كذا أو من أنواع كذا أو كانت قليلة أو كان فيها عدم إخلاص أو وتمكن البلاء من صاحبه، تفضل الصدقة بعد ما البلاء دخل جسم الإنسان وأحاط بالإنسان وأحاطت الشرور بالإنسان والهموم بالإنسان والقلق بالإنسان وعدم الطمأنينة بالإنسان، تفضل الصدقة تدفع هذا البلاء حتى تبعده مرة ثانية عن الإنسان. فالصدقة الله. علماءنا رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا إن أردتم الخير عودوا إلى من بيده الخير، إن أردتم صلاح الأحوال عودوا إلى من يغير الأحوال، إياكم أن تنشغلوا في هذه الدنيا بحال. إذا
استصعب عليكم أمر، وإذا شغلتكم أمر، وإذا ضاقت عليكم الدنيا بما رحبت وأظلمت، ضاقت عليكم النفوس، وضاقت عليكم الصدور، وضاقت عليكم البيوت. لأن الضيق الحقيقي يا سيدتي ليس في البيوت، الضيق الحقيقي في الصدور. واحد ساكن في قصور ومع ذلك قلقان وتعبان، والبورصة طلعة طلعة، إيه اللي تعبك؟ أنت بعيد عن ربنا ليه؟ لا أنت بعيد عن ربنا لأنك أنت ما جبرتش في يوم من الأيام خاطر إنسان. أنت لو جبرت في يوم من الإنسان في يوم من الأيام خاطر إنسان، ربنا مش هيسيبك. لو أنت سترت في يوم من في يوم من الأيام إنسان، ربنا هيسترك. إنما أنت مشغول ليه؟ أنت بعيد عن ربنا ليه؟ أنت إيه بين اللي بينك وبين ربنا لما تشوف فعل الخير كده وما تعملوش؟ النهاردة المؤسسة وضعت على خطرة في أول يوم في رمضان، على عاتقة في أول يوم في رمضان 150 بير عملنا منهم. حقيقي حقيقي الاحتياجات كانت كتيرة على المؤسسة في شهر رمضان. لما المؤسسة تقول إحنا هنعمل 500 بير، هنعمل 500 بير لأهالينا في بني سويف وفي الفيوم، منهم 150 في مطروح، نعمل 50 سقف لأهالينا في وادي الريان وفي كذا كذا، الاحتياجات كانت كتير علينا. عدى شهر رمضان وبنقول احنا ما قدرناش نكمل الاحتياجات، هنكمل يا مولانا. يعني اهلنا اللي بيشوفونا دلوقتي واهل الله صحيح وحبايب سيدنا النبي مش هيبخلوا، هم الدعم الحقيقي للمؤسسة في الخير. طب هستأذنك يعني هنكمل كلامنا بس بالفضل. هنشوف تقرير ونرجع تاني، وربنا بيدلنا على الطريق فبلاش نتلكع. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم ان شاء الله. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا، وانفقوا خيرا لانفسكم، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يا استاذكم في انشاء بير، يعني احنا دلوقتي صحراء، في صحراء يعني ما لنا الا الله سبحانه وتعالى. احنا طبعا نعمل على الشغل على الميت المطر، يعني احنا نقول ان شاء الله سبحانه وتعالى انشاء بير لهالحواشين اللي طرحوا فيه وهالعيال وهالمواشي اللي طرحوا فيها باذن الله سبحانه وتعالى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل الصدقه، قال الماء. جاء سعد بن عباده وقال يا رسول الله امي ماتت اريد ان اعمل لها صدقه، قال نعم، قال ما هي أفضل الصدقة؟ قال الماء. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تكفر الذنب. إن أردت أن يغفر ذنبك فتصدق، إن أردت أن يكشف كربك فتصدق، إن كان بك مرض تصدق يشفيه الله. بنملأ، بنجيب المياه على بعد 2 كيلو 3 كيلو، بنملأ بجدرك وبنيجي من آخر الدنيا يعني عشان خاطر نستعمل المياه ديت. عندنا أبار المياه ديت هي الوحيدة اللي بنستعمل منها، إذا كان بنشرب منها، بنستعمل منها، بنسقي منها البهايم. إن إحنا لو خلصت المياه ديت بنضطر إحنا بنستنى نجيب مياه من مطروح ناخر الدنيا من محافظة من محافظة. عايز حضراتكم تتخيلوا إن مئات الأطنان من المياه في الشتاء، مياه الأمطار اللي الناس أهلنا في مطروح حبايبنا في مطروح بيعتمدوا عليها، بتهدر من غير ما أي حد يستفاد بيها. عايز حضرتك تتخيل لو كنت حضرتك سبب وربنا أكرمك إنك تعمل معانا الخزان اللي الناس ما قدرتش تكمله، وحضرتك ربنا جعلك سببك إنك أنت تكمله، زي ما حضراتكم شفتم إن التجمعات حوالينا كتيرة جدا، وإن ده طريق رئيسي بيروح عليه ويجي عربيات كتيرة قوي، بيروح عليه ويجي ناس كتيرة قوي، فهتكون سبب في إن الناس دي كلها تشرب وتشكر ربنا وتشكر للمتبرع وتشكر لأهل الخير وترضى عن ربنا تبارك وتعالى عشان أنت رضيتهم وعملت لهم البير. مؤسسة فاعل خير، بالخير للغير نسعى. الحقيقة أنا بمنتهى الإلحاح صحيح. وبلا خجل صحيح. بدعو حضراتكم لأن احنا كلنا نتكاتف ونساعد على قد ما نقدر مع مؤسسة فاعل خير. الحقيقة اللي احنا شايفينه قدامنا الناس دي محتاجة، الناس دي جابت آخرها يعني عملت الدابير اللي هم عاملينه آخر حاجة كده، ما يقدروش يكملوا البير وهم ده آخر إمكانيات. طب التكلفة يا مولانا، يعني لو أنا عايزة يعني معايا كده على مقصهم كده عايزة ساعد أعمل إيه؟ هو تكلفة البير 30,000 جنيه. تمام. سواء في مطروح البير في مطروح أبار تجميع، أو في بني سويف وفي الفيوم أبار ارتوازية. تمام. هنا 30,000 جنيه وهناك 30,000 جنيه. طب لو أنا معيش 30,000 كلهم دلوقتي إحنا عملنا إيه؟ إحنا 30,000 جنيه اسمك بنكتب على اللوحة باسم حضرتك. تمام. بتنكتب على البير لوحدك، البير ده بيدر عليك حسنات إلى يوم القيامة. عايزة تعملي سهم ليكي، إحنا
عمالنا اقول اللي ما معاش زي ما حضرتك بتقول، مين اللي ما معيش 30000 جنيه؟ مع ان 30000 جنيه مش كتير عليك. لا دلوقتي مش كتير اللي معاه. قلنا عملنا ال 30000 جنيه على 6 اسهم، السهم ب 5000 جنيه. عايزه تعمل سهم ليك، سهم لماما، سهم البابا، سهم للاولاد، سهم الانسان العزيز عليك وللمتوفين كمان. للمتوفين. هي الصدقه للحي والميت. فالصدقه واكن من الصالحين. الميت لما بيطلب من ربنا قال لو هرجع للدنيا ما قالش اصلي ولا هصوم ولا حي، قال فالصدقه لما قال علماؤنا لما راى من ثواب الصدقه، ان هو بيستظل تحتها في يوم القيامه. فاللي بيحب ابوه او امه توفاهم الله صحيح. عنده فرصه يسعدهم في الجنه ويرفعهم درجه. ده عنده صله حقيقيه للبر. ايوه البر، باب البر مفتوح من نعمة ربنا عليها. وقلنا مواسم الطاعات ما بتنتهيش. فبنقول السهم في السهم ب 5000 جنيه، اللي عايز يعمل سهم في البير، سهمين في البير، ثلاث اسهم في البير، ده كله الشجرة اللي انت هتستظل في ظلها يوم القيامة. وصلة المية عندنا الأهالينا في الفيوم عايزين معنى ايه؟ 500 وصلة مية لأهالينا في الفيوم. قلنا سعر الوصلة الحقيقية 3000 جنيه، 3000 جنيه الدولة متكلفة بكل حاجة، عملت الآبار، عملت المواسير، عملت دي. بنشكر الناس، بنشكر الحاج سيد الديب، بنشكر الحاج محمد، الناس اللي وقفوا، الباشمهندس مجدي، الحاجه امينه، الحاجه ميرفت، الناس اللي وقفوا معانا بيوصلوا الميه وبيعملوا ابار للناس، بنقول لهم كتر خيركم. الناس اللي بتسندنا في الحياه، بنقول سعر السهم في 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 لاعمار المساجد 5000 جنيه، السهم في البيوت ب 5000 جنيه، البيت الواحد محتاج سهم، محتاج اثنين، محتاج ثلاثه، محتاج اربعه. الناس اللي بنشوفها ديت، لما يعني نشوف الناس دي تحمد ربنا على النعمه اللي انت فيها وتشكر ربنا على النعمه اللي انت فيها، وما تنساش تشكر ربنا على بيت يأويك وعلى فراش يحميك، وفي نفس الوقت تشكر ربنا وترفع ايدك وتقول يا رب ارحم ضعيفا في هذه الحياة يتألم ولا يتكلم. طيب مولانا، يعني في تقرير برضو معانا تاني، هستأذنك نشوفه ونرجع نكمل كلام. اتفضل. ربنا تبارك وتعالى قال لنا في كتابه الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني احسن حاجة انا بحبها لنفسي ابدأ انفق فيها على عباد ربنا تبارك وتعالى، وابدأ اطلعها لربنا تبارك وتعالى. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب عبد في يوم النحر أقرب من إراقة الدم عند الله تبارك وتعالى. الدم اللي هو الأضحية، اللي هو أعظم شعائر ربنا تبارك وتعالى. عشان كده ربنا يقول لنا في القرآن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ده في سورة إيه؟ في سورة الحج. هنا وهنا وفقط تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك مالا ولم يضحي فليعتزل مسجدنا وفليعتزلنا، أو في بنص الحديث فلا يقربن مصلانا. من هذا المنطلق النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الأغنياء، ينادي كل من يملك. إحنا النهاردة عايزين نسارع في موسم الطاعة، في موسم النفحات والبركات، حاجة مش بتتكرر في السنة إلا مرة واحدة بس، وهي الأضحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها سنة مؤكدة. ناس كتير جدا بتغفل عن هذه السنة وبتنساها في هذا الوقت من العام، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عنها صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم لكم بها بكل شعرة حسنة. كل شعرة من أضحيتك لك بها حسنة. طب تعرف تعد الشعر اللي موجود في الأضحية؟ قالوا يا رسول الله فالصوف. قال والصوف يعني كل شعرة من شعر الخروف أو شعر الأضحية تكون لك بها حسنة. مين اللي هيقول أنا معاكم في أكبر صك أضحية في جمهورية مصر العربية؟ منتظرين دعمكم، منتظرين صدقتكم، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل أيام الأضحية أيام بركة ونور على الفقراء والمحتاجين، كمان بركة ونور على حضرتك يلي هتضحي. مولانا كل سنة وحضرتك طيب، فاضل خمس أسابيع تقريبا على عيد الأضحى، فمن فضلك كلمني عن هو ده الخير الموجود في هذه الأيام الأضحية.
اسم لما يذبح من النعم تقربا إلى الله تبارك وتعالى عشان مغفرة الذنوب. اللي عايز ذنبه ينغفر باب المغفرة مفتوح، اللي عايز عيبه ينستر الباب مفتوح. قلنا صك الأضحية ب 8000 جنيه، المؤسسة عاملاه ب 8000 جنيه فوق ال 30 كيلو لحمة، وإحنا طالعين 30 كيلو لحمة. المتبرع له تلت الصك بتاعه وله تلت الأضحية بتاعته، بيجي له لحد ما هو موجود التوصيل لحد باب البيت. إذا كان من الضأن أو من الماعز بيبقى الصك ب 9000 جنيه، لأن إحنا بنشتري له جدي كبير أو خروف كبير برضه فوق ال 30 كيلو لحمة ب 9000 جنيه. فباب الخير مفتوح. إلا أوعى تحرم نفسك من باب الخير، أوعى تحرم نفسك من الأضحية، أوعى تحرم نفسك من ستر العيوب، أوعى تحرم نفسك أبدا من مغفرة الذنوب. كل دي في حسناتك، هي دي اللي هترفع حسناتكم القيامة، هي دي اللي هتخليك تطلع من الجنة. الأضحية وصك الأضحية والصدقات والتبرعات والبذل والعطاء دي دليل على الإيمان الحقيقي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، فده الإيمان الحقيقي اللي هيقربك من ربنا، وده الإيمان الحقيقي اللي أنت هتستظل بظله في يوم القيامة، وده اللي هيخليك تطلع من القبر مباشرة إلى باب الجنة. مولانا أنا بشكرك وكتر خيرك لوجودك معانا، وربنا ينفع بيك وبعلمك، والناس مش هتأخر، ربنا بيدلنا على طريق الطاعة، بلاش نتلكع إن شاء الله. للأسف الفقرة خلصت، استنوني الفقرة الجاية إن شاء الله تعجبكم. طيب الفقرة دي بقى أنا معايا المنقذ. المنقذ ده اللي هو بينجيك كده من أي مشكلة تقع فيها، فهو الإنقاذ عنده. ما شاء الله سمعته على مستوى مش بس كفر الشيخ، لا القاهرة ومحافظات كتير جدا جدا. أنا قبل ما يشرفني ولما سمعت عنه تخيلت إن عنده مثلا 60 سنة من كتر عظمة ردود الأفعال عليه، ومن كتر ما شاء الله النجاحات اللي عاملها، وانه فعلا منقذ وساحر. معايا دلوقتي يعني ابن كده من ولادنا اللي بنتشرف ونفتخر بيهم، والحقيقه محبوبين حب غير عادي على مستوى جميع طلبه الثانويه العامه او بعبع الثانويه العامه، في ماده تعتبر من اصعب المواد، لكن على ايده الماده دي الولاد يعني بقت من اهم المواد بالنسبه لهم، والحقيقه توقعاته كمان في الأسئلة بتاعتها في الامتحانات مخلياهم لقبوا بالسحر. بيشرفني دلوقتي الأستاذ خالد هلال، مدرس مادة الكيمياء وصاحب أقوى توقعات في مادة الكيمياء. أهلاً وسهلاً بيك. أهلاً وسهلاً بيك. شرفتني وأنستني، والحقيقة أنا كنت متخيلة أن أنت عندك 60 سنة. ربنا فاسم الله عليك، ربنا يحميك ويعني ويزيدك من نعمة العلم اللي عندك، ويبارك فيك لان انت بتسعد الاهالي قبل ما تسعد الطلبه. انا محظوظ اكتر مع حضرتك والله النهارده، ربنا يخليك يا زينب. طيب دلوقتي انا عايزه اعرف الشهره اللي ما شاء الله، اللي ما شاء الله ربنا يحميك ويزيدك، اللي حاصله كده على مستوى المحافظات بالنسبه لك، سببها ايه؟ هو طبعا يعني توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ده رقم واحد. الاجتهاد طبعا، النظام الجديد محتاج شغل شويه ومحتاج تدريب كتير جدا على اسئله، مش بالكم الكافي بالاسئله اللي هي 5000 سؤال و10000 سؤال، لا ممكن كل باب مثلا عدد قليل جدا من الاسئله، بس يقدر يخلي الطالب ان هو يتحكم بعد كده في اي سؤال، يلم الباب كله، يلم الباب كله في اقل قدر من الوقت وفي اقل قدر برضو من الاسئله. مع ان النظام الجديد الحقيقه فيه اساتذه كمان كتير بيلاقوا صعوبه انهم يوصلوا للطلبه، لكن قدرتك على توصيل المعلومات بالبساطه دي، وزي ما بيقولوا الاهالي يعني، في اهالي قالوا لي ده بيشربهم الكيمياء، يعني بتبقى بالنسبة لهم داخلين يلعبوا في الامتحان. هو طبعا رقم واحد هو حب الطالب للمدرس، يعني هو مدام الطالب بيحب المدرس فبيقدر يتقبل منه أي معلومة حتى لو كانت صعبة، يعني مهما كانت فيها صعوبة هو مدام حابب المدرس بيبدأ إن هو ياخدها منه بكل بساطة. وده اللي اتقال لي برضو. رغم إن الكيمياء مادة تقيلة، ولكن هي التعامل مع المادة ومع المدرس ومع الطالب هي خلطة واحدة، فلازم كله يبدأ إنه يقرب من السؤال الأول رقم واحد، والمدرس يخلي في ثقه بينه وبين الطالب. ما دام الطالب واثق في المدرس خلاص بيقدر يتعامل مع اي سؤال بعد كده. والحقيقه لما سالنا برضو مجموعه من الطلبه، انتوا ليه بتحبوا اكتر يعني مدرس الاستاذ خالد؟ فالحقيقه كل جاوب وقال لانه مش بيخوفنا وبيسهل لنا الماده ويبسطها لنا، وحتى لو احنا يعني في طالب قال لي انا يعني ما كنتش لامم اي حاجه في الماده،
بسط لي الدنيا وسهلها لي وبقى يساعدني، وبقيت دلوقتي كأني من أول السنة بذاكر. فبرضو يمكن عشان انت قريب مثلا من سنهم ما بتعملهمش الرهبة والخوف والرعب من المادة ومنك. هو طبعا قرب السن فارق كبير وعامل كبير جدا طبعا. والحاجة الأساسية زي ما قلت لحضرتك في الأول، ان هو يعني مادام الطالب بدأ انه يحب المدرس فبيقدر يتعامل مع المادة بكل بساطة. طبعا مادة الكيمياء بتبقى محتاجة الكم الكافي من الأسئلة، بس مش بالكترة، يعني اللي هو كل باب مثلا فيه كم معين من الأسئلة يبدأ بعد كده لما يشوف سؤال يبدأ يتعامل معي. وأهم حاجة وأفضل حاجة أن الطالب يتعامل فيها مع مادة الكيمياء هو عدم خوفه منها. أنه هو كله دايما يقول لك هي كيمياء، فالطالب بيبقى داخل يعني خايف منها، لكن هو مدام خد الموضوع ببساطة فبيقدر يتعامل مع أي حاجة. وطبعا هو حب الطلبة ده بالنسبة لي رقم واحد، وده العامل الأساسي اللي بيخلينا نطور من نفسنا وبيخلينا نوصل لهم المعلومة بكل بساطة وبكل سهولة. طب أنا عايزة أفهم برضو، ما شاء الله ربنا يزيدك يا ابني، مش بنوم الآلاف المؤلفة اللي أنت دلوقتي ابتديت تبقى مش لاقي حتى وقت من كتر الإقبال، ما شاء الله ربنا يزيدك ما شاء الله. سيبك من إن الطلبة بتحبك طبعا ده شيء عظيم، لكن فكرة إن الطالب بيبقى متأكد إنه هيجي عندك المشكلة اتحلت، جاية منين؟ جاية من إن أنت لسه بتذاكر لحد دلوقتي، وخاصة إن الشكل الجديد للتعليم أو الأسلوب الجديد بتاع التعليم الحقيقة فيه يعني أساتذتك ممكن يبقى متعثرين فيه. إزاي أنت قدرت تبسط المسألة وطريقة شرحك خلتهم مفيش رهبة إن لا ده شكل جديد مرعب؟ هو طبعا النظام الجديد بيبقى محتاج تحضير قوي جدا من المدرس. طبعا النظام الجديد من افضل الانظمه اللي موجوده، لان ما عادش المعلومه ان هو نحفظ سطر فنخش نقفل الامتحان، لا ما عادش الكلام ده موجود. هي بقى الفكره كلها انك انت ازاي تتعامل مع المعلومه دي في حياتك عادي، تاخدها بكل تحب الماده، مش اللي هي معلومه انا خدتها فخلاص انا احفظها واروح اقفل الامتحان. طبعا ده ما عادش موجود. هو الطالب بقى دلوقتي احنا والطلبه بقى في مجهود مضاعف شويه ان احنا في تعدد المصادر، لان طبعا السؤال بقى بيجي مش زي الاول. هو السؤال دلوقتي بقى عايز طالب فاهم اكتر من نكون حافظ، فده العامل الاساسي اللي احنا بنلعب عليه، ان هو ازاي ان احنا نبسط صفحه كامله ممكن في 3 أو 4 كلمات، ان هو اول ما الطالب يشوف السؤال يبدا يتعامل معاه. المواد الكيمياء والفيزياء والاحياء بقت حاليا 46 سؤال 2 مقالة فقط، فبقى معظم الاسئله جايه على الاختيار من المتعدد. فلازم الطالب يبقى، وده صعب برضو حضرتك لانها تركات ممكن يبقى طالب يعني متخيل انه مذاكر والتركات دي توقعه. طبعا هو ما عشان كده احنا بنتكى بنقول افهات بنقول اي حاجه، احنا طبعا قريبين سنا من الطالب فبنبقى دايما قريبين منه، فدايما بنديله بعض المصطلحات كده اللي هو دايما يبقى فاكر المعلومه. افتكر بالمصطلح ده احنا كنا في الحته دي بنقول كذا فيفتكر. طيب برضو هي الحقيقه انا عندي استغراب، والحال استغراب ده عند كل الناس اللي جات لك وما شاء الله تقريبا جابوا درجات نهائيه، فكره ان انت ملك التوقعات والطلبه بتجزم ان البوكلت اللي فيه مجموعه اسئله انت بتتوقعها وبتحاول تساعدهم فيها في فتره المراجعات اللي احنا فيها دي، الامتحانات خلاص فاضل عليها اقل من شهر. ان البوكلت ده بيبقى الامتحان ما بيخرجش براه، طب انت ده ازاي بقى؟ هو ده طبعا هو توفيق من ربنا واجتهاد وصبر على المعلومه، وان طبعا الطالب بيساعدني في الحته دي ان هو بيبقى عنده الكلمات اللي انا مديها له بحيث ان هو لما يشوف السؤال يقدر يتعامل. هو طبعا احنا ما بنديلوش السؤال هو اللي بيجي في الامتحان، لا طبعا، بس احنا بندربه على اكتر الاشكال اللي هي بتيجي في الامتحان. طبعا ممارستنا للماده دلوقتي خلاص بقى في اسئله معروفه ان هي جايه في النظام الجديد. اول سنه عشان ابقى صريح احنا عانينا جدا في النظام الجديد، ان احنا ما كناش نعرف التفكير. بنك معرفه كم اسئله رهيب جدا، لا بدانا ان احنا نبعد عن بنك المعرفه شويه، بدانا ان احنا نتجه شويه للاسئله اللي هي مضمونها قريب من الامتحان، لان برضو اللي بيحط الامتحان هو بشر زينا، فاحنا بنتعامل معاه كانه ان هو ده اللي حاطط الامتحان بالظبط في اي سؤال بنقابله. فطبعا هي مش توقعات، هو توفيق طبعا من ربنا. وان والله ده مش كلامي، ده كلام تلاميذك يعني الطلبه اللي عندك، ويمكن الهجوم الكتير على السناتر أو على الأماكن اللي أنت بتدرس فيها أو حتى اليوتيوب كمان، لأن هم اللي سموك على فكرة ملك التوقعات، يعني الكلام الاسم ده احنا مش مخترعينه، ده الطلبة عندك هم اللي بيقولوا الأستاذ خالد هلال هو ملك التوقعات.
اكيد طبعا هو يعني هم طبعا يعني دايما هم ما دام قريبين من المدرس فهم بيشوفوه افضل صوره. يعني الطلبه دي هي السلاح بتاعنا رقم واحد واقوى حاجه ممكن نقابل بقى حاجه في الدنيا. والجيل اللي موجود حاليا اصلا في نوعيه طلبه وكميه طلبه فعندها استيعاب وذكاء رهيب جدا. فطبعا هو احنا مجرد ما بنقول الفكره هو بيبدا انه يطبق ورايا اكتر من فكره. فالنظام الجديد طبعا محتاج تدريب كبير جدا من الطالب. مش لازم اكم اسئله رهيب او كم اسئله كبير. هو طبعا ما يخافش لان طبعا النظام الجديد بيبقى فيه تريكات. فدايما ان هو يحاول ان هو يبعد عن حته ان انا ما دام شفت السؤال ده بتعقد منه. لا طبعا النظام الجديد صعب على الطالب صعب على المدرس اسئلته مش سهله. وده اللي احنا بنعانيه مع المرحله اللي هي في اولى ثانوي انه طبعا هو طالع من الاعدادي بيبقى شاكك ان هو المفروض يقفل اي امتحان. طبعا لا النظام الجديد مش كده. طب البشري السنه فاتت كان 92% اول على الجمهوريه 96. فانت مش داخل انك تقفل. فانا مش يعني دايما لازم الرهبه من عند الطالب اللي هي تروح شويه. انت مش اي سؤال هتقابله هتحله. لا انا بحاول ربنا بيحاسبنا على السعي مش على النتيجه. فانت بتسعى بتجتهد بتعمل اللي عليك طبيعي ان هيقابلك تكه واتنين وثلاثه. انت كده خوفتني انا كأم. طب نقول جمله للامهات عشان دول اللي بيلوصوا النبي يعني الاولاد اللي بيجوا لك هينجحوا ان شاء الله ويجيبوا زي ايوه طبعا. بس هم طبعا يعني لازم هم مراعيين النظام الجديد بقى محتاج شويه صبر تمام ومحتاج شويه مجهود. وعادي لو الطالب خطا مره واثنين وثلاثه وخمسه. احنا داخلين على فتره امتحانات شامله. طبيعي ان اول امتحان شامل الطالب مش هيبقى فيه درجته اللي هي الكبيره جدا ولا ثاني امتحان. لا ده بكتر الايه الامتحانات هيبدا درجته تتحسن والاسئله بتاعته تبقى تمام. طبعا بيجي لنا احنا بقى في الفترات الاخيره بنتوقع بقى شكل الامتحان وشكل الاسئله لان خلاص هو احنا عدينا على نظام جديد وكذا امتحان. فخلاص يعني الاسئله اللي جايه بقت شبه ما معروفه. وطبعا الوزير طمنا ان كده كده الامتحان هيبقى في مستوى الطالب المتوسط. اي نعم هيجي كام نقطه للطالب فوق المتوسط بس احنا طبعا بنبقى عاملين حسابنا على كل انواع الاسئله اللي موجوده. معاك انا متاكده ان شاء الله الطلبه باذن الله كلهم ناجحين بفضل ربنا طبعا الاول وبفضل مجهودك معاهم باذن الله. وبنطمن كل الامهات. وهل اقدر في دقيقه مفيش دقيقه ثواني اخيرا بس ينفع ولادي يجوا لك دلوقتي في المراجعات النهائيه وتنقذهم؟ ايوه طبعا. ولو ما جوش هم يتابعونا على اليوتيوب تمام وهننزل المنهج كامل في التوقعات وكل حاجه المنهج كامل على يوتيوب باذن الله. كل الطلبه هيتابعوك فان شاء الله هينجحوا. انا يعني مش عارفه اشكرك ازاي شرفتني وانستني وميرسي يا حبيبي جدا. ربنا يكرمك ويكرم كل الولاد اللي عندك ان شاء الله وينجحهم ويفرح كل الاهالي باذن الله. شكرا شكرا يا فندم. شكرا للاسف الفقره خلصت وهتتابعوا على اليوتيوب ان شاء الله. هنطلع دلوقتي بقى لتقرير أطلقت الجمعية المصرية للقلب فعاليات مؤتمرها الأول داخل بيت القلب المصري بحضور نخبة من أكبر وأشهر أطباء القلب في مصر والشرق الأوسط. وتزامن انطلاق المؤتمر مع الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع الضغط وناقش الأطباء أهمية الكشف المبكر والاستمرار على تناول دواء الضغط وممارسة الرياضة. المؤتمر كان برعاية شركة سيرفي مصر. تعالوا بقى نتعرف أكتر من التقرير اللي جاي بإذن الله. مرض ضغط الدم الشرياني هو من أشهر الأمراض الموجودة في العالم وفي مصر وأيضا من أخطر الأمراض اللي مرتبطة بمضاعفات ومشاكل كتيرة. عشان كده دايما احنا محتاجين يبقى عندنا توعية ومعرفة بهذا المرض بكيفية التشخيص والطرق المتابعة والعلاج والمتابعة الجيدة ليه والإحكام الجيد. لأن احنا عندنا لو شفنا أنه تقريبا نص المرضى اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم ما يعرفوش أن عندهم ضغط الدم عالي. والنص الثاني من المرضى اللي هو عارف أنه عنده ضغط الدم العالي أساسا ما بياخدش أي أدوية. والنص اللي بياخد أدوية ضغطه مش منضبط يعني مش الأرقام المطلوبة. بالتالي عندنا فجوة كبيرة جدا ما بين وجود مرض ضغط الدم ما بين تشخيصه ما بين علاجاته والنتائج الجيدة. المشاركة ان احنا بنأكد على كل الناس ان مرض الضغط من اهم عوامل الخطورة لأمراض القلب. مرض الضغط مش بالضرورة يكون عندنا اعراض بنشتكي منها. احنا مفروض نتابع قراءات الضغط دوريا. بالنسبة لنا ارتفاع ضغط الدم ان احنا لو الرقم فوق 140-90 ده يستلزم ان احنا لازم نتابع الضغط ونعالجه عشان ننزل تحت الرقم ده. وده مش مجرد رقم احنا بنعالجه هو احنا ده وقاية لأمراض القلب وأمراض الجلطة الدماغية وأمراض الفشل الكلوي والقصور بتاع الدورة الدموية الطرفية. وبالتالي مهم جدا انتظام ضغط الدم تحت 140-90
بالدواء وبالنمط الحياتي عن طريق ان احنا بنظبط اكلنا، بنقلل الملح، نبعد عن الحاجات اللي فيها دهون. النهارده بنشوف ولاده امر جديد، واحد من ادويه الضغط القويه بيضاف الى المنظومه بتاعت علاج مرضى الضغط العالي. مشكله الضغط العالي انه مفيش تقييم حقيقي، الناس مش قادره تعرف اهميته، وبالتالي مش قادرين نعرف احنا عندنا ضغط عالي ولا لا. وعشان كده مهم جدا ان انا اكشف على ضغطي واعرف ضغطي كام واعرف القيم الحقيقيه للضغط المقبوله، لانه احنا بنسمي الضغط العالي القاتل الصامت، اللي هو اكثر مرض في العالم يمكن يؤدي الى مشاكل من جلطه المخ لنزيف المخ لجلطات القلب للفشل الكلوي لفقدان الاتساع الاورطي. الحقيقه الهدف من ان احنا النهارده بنتكلم عن ادويه جديده وادويه هامه جدا في امراض القلب، الهدف ان احنا اولا نشخص المرض، لانه نسبه كبيره من الناس عندها ضغط عالي ولا تعلم ان عندها ضغط عالي، ودي النقطه الغايه في الاهميه، ان احنا ندرك اهميه ان الضغط العالي يكتشف بدري ويتعالج بدري، فما نخشش في المضاعفات بتاعه المرض.